السلام عليكم إخوان، تحياتي لكم ومرحبا بكم في كانتي ديال اليوم الأربعاء في البورنوسيت لابولرينيو ان بروميير كورس. هي غدا ديزيام ايتاب ديال الجراند ناسيونال دي تروت. على العموم الإخوان، اليوم على ريبي كانت شوية بعيدة عندي بالنسبة لي، في الكانتي ديال الصباح ديال الأوتيل إلى بالنسبة للكانتي، مي الكوارتي كانت استبعدت الرقم 9 في الكوارتي، لأن الكوارتي أوردر ديالو كان خلص مزيان، مي 9 استبعدتو لأنني ما كنلعبش الفافوري بزاف، تمنيت تكتنا في الديسكاليفا لأن كان داك 10 من موراه وكان لويت من موراه دوز دخل اوتسايدر. على كل حال الخوت، يكون خير غدا ان شاء الله. كرو ناسيونال دي تروت غادي نحطو واحد الخيول، الى حاولنا كيفاش نستبعدوا بعض الخيول اللي ربما تكون بياج، حيت هاد الخيول هادو شي كيضرب شي كيجرب شي كيمشيو بيناتهم، شي كيضرب شي. هاد المره الجايه ربحت انا، المره الجايه تربح انت. هادوما كيفاش اللي شوفو اللي غادي ممكن نستبعدوهم، ويكون داك الاستبعاد يكون في المحل ديالو. نورمالمون الخوت كاين 3 ديال الريكي، كاين بروميير بوطو، دوزيام بوطو، تروازيام بوطو. تروازيام بوطو فيه 3 ديال الخيول، فيها 14 كان 6. ما كنظنش يطلع شي واحد، الى ما جاوش ممكن نقربوا البرونوستيك، على كل حال 14 كان 6 ما غندخلهاش في البرونوستيك. تقريبا كان 6 فافوريين، فريك دو شين وكاش دو ريب، غادي نستبعدهم لان لا ديستانس متوسطه، ماشي لا ديستانس طويله اللي يقدر يدير الرونداج ديال 50 متر روندي. على كل حال انا هضر على الدوزيام بوطو والبروميير بوطو. غادي ناخذو احسن عود عندنا هو الفافوري دو لي طون اريك رافان. العود غادي ناخذو كقاعده الخوت فافوري دو لي طون، وغادي ناخذو نهضروا على البروميير بوطو ومن نتحولوا للدوزيام بوطو. غادي نريسكي في البروميير بوطو لان البروميير بوطو يقدر، غادي نحيد بعض الخيول في البروميير بوطو. غادي نريسكي بايدي دو فيفيير تيغي دو، غادي نريسكي بالدو غادي نحيدو. تروازيام اخر كورسه في الفانسن، تقريبا هذه شي 3 ايام اولا يومين باش جراو في الفانسن. كان دار 4 ايام، وكان كان اكوينوكس جيال هو اللي كان ربح، وكان كخاك موني كان دار دوزيام، ودريمر بوي كان دار تروازيام، وهاد دو هذا كان دار 4 ايام، داروا اونكيت على دريمر بوي حيدوه دخلوا تروازيام، كان في البروميير بوطو. غير ريسكي غنحيد الدو، والعود اللي غنقدر الريسكي هما خيول في المستوى، خيول في المستوى، مي خصني ندخل بعض الخيول. غادي نحيد الدو، وغادي نحيد الكات، وغادي نحيد 5 3 ديال الخيول في البروميير بوطو، وغادي نزيد نحيد حتى في ستيف شارمون دوزيام في كابور. كان عندي باز، كان على المرا 7، كندخل فوطو مع اللي كان ضرب غانيو فرانك اني في كابورك، الكانتي الاخر في كابورك، مي 8 ايام في التيران، كندير 8 ايام في التيران. غادي نستغنى عليه، غادي نستغنى على اوليفي رافان وفرانسوا لوكانو وفرانك نيفار وسيدريك تيغي، 3-4 ديال الخيول غادي نحيدهم باش نخلي الرقم 1 جيغا، هاد جيغو لامو سيلفيير روجر، العود اصغر عود في الكوكبه. تنظن انا في الاعتقاد ديالي 7-1 كوبلي غانيو، في الاعتقاد ديالي 7-1 كوبلي غانيو الان غيمشي اوتسايدر. لي شوفو اللي غادي نزيدهم، غادي نزيد فلاي سبيد موكلان، اخي عنده ديسكاليفي في التيران ايغال، عنده لاكان ديالو في 80,000 اورو، غادي نزيد هاد الطروه. زيت الان والطروه
وسات في البروميير بوتو ثلاثة ديال الخيول. انا ماشي انا رد الدوه ممكن يتلعب، والكات ممكن يتلعب، وحتى الخمسة ممكن يتلعب، مي انا زدت ثلاثة ديال الخيول اللي ممكن يجيو في البروميير بوتو. مهم السبعة ما غيخسرش، والان ما غيخسرش، انا مأكد من الان ما غيخسر. عاود في الكوكبة غادي بلاصي في التيرسي الان، اوتسايدر سيزيام سانكيام ديسكاليفي ويتيام سيزيام، كان دار سيزيام مع السبعة مع السيس، تنظن مع السيس. ده هنا غنتحولو لبروم دوزيام بوطو، عفوا عفوا غنتحولو لدوزيام بوطو، غادي نمشيو عند ديكاناويدا هادي اللي كانت دارت سانكيام، كانت تدي فيري في كور دروا، ما غنحدزوش دلويت. غادي نمشيو عند ايرو دو شين رقم 9 ماتيو ابريفار ايكوري ديال 15، غادي تجيب هاد العود ايرو دو شين. غادي نزيدوه عنده واحد لا فينيش في 100 متر الاخرى مزيانه، في حاله ما لم تديسكاليفاش غادي يكون. هنا غادي نمشيو عند لي شوفو ديال جون ميشيل بازير، غادي ناخدوهم بثلاثه بيو، لان فير بلاي ديوزي هاد العودة دا اخر كورسة تروازيام، كانت عنده لارونتري ديال 6 شهور ودار الفانسن وحقق لا سوربريز تروازيام كرو اوتسايدر، وكان العود عنده لارونتري. نمشي عليه هاد كونغار، غنحطو في البرونوستيك يقدر يبان. وغادي نزيدو العود اللي راكب عليه ليو ابريفار دوتسيوفسكي، العود كان خسر معاهم في كابورغ، دابا ديفيرا كاتربيي تنظن هاد العود غيقدر يبان، عود سبيسياليست في لاكوش. غادي ندخلو ليها الاخوان غنشوفو هاد العود لي بخي اللي كيمشي فيهم في البو. عندو درواتي ثلاثة الكورسات درواتي، ثلاثة الكورسات درواتي، اخر كورسة في سانت مارو في الكانتي سيزيام بلاس. تنظن ان هاد سيزيام هاد سيزيام بلاس في غران ناسيونال دو تروت، يعني الايطاب نافيام، نافيام ايطاب. وكان دار المفاجأة دي كاناويدا، دي كاناويدا هي اللي كانت دارت المفاجأة، النمرة 8 كانت دارت 5 ب 75، وهاد 12 كان مشى غير ب 37، وكان ديفيري دي كاناويدا رقم 8 كان ديفيري، دوستيوفسكي حتى هو كان ديفيري، خلاو ليه الديفيراج وباقي راكب عليه ليو ابريفار. كان ديسكليفا معاهم باد جوليري، كان ديفيري كاتر بي، كان مشى عليه تيو دو فالديستان، الابن الاصغر ديال تيري دو فالديستان. على كل حال خدينا الدوز، والعود اللي بقى لينا الخوت هو جون ميشيل بازير. مشى العود اللي رابح في التيران في 2020، جو بونس في 2020 هو اللي عنده غانيو في التيران، هو هذا إلي دو بوفور هو اللي كان دار غانيو، كان في البروميير بوتو، كان مشى عليه إيريك رافان، كان في البروميير بوتو، كان لا ديستونس مبدله، حتى التيران كان بدل شاتيلون دو روشيل لا روشيل غرون ناسيونال دو ترو باريتير، حتى التيران كان بدل. كان تنظن ان هاد عنده اعاقه، عنده اعاقات 13، مي يقدر هاد العود، يقدر هاد العود يربح، يقدر هاد العود الاخوان يربح. غادي ندخلو ليه علاش عنده لا رونطري ديال تقريبا عنده لا رونطري هاد العود ديال فوق 8 شهور في الاعتقاد ديالي. دابا هذا شهر تسعود وعود في المستوى، عنده اخر كورسة في شهر جوج في الفانسن اتلي، في الفانسن اخر كورسة، يعني عنده ما يزيد على 7 شهور، ما يزيد على 7 شهور او لا 8 شهور، 8 شهور المهم 7 شهور او لا 8 شهور او لا 6 شهور، 7 شهور تقريبا ما جراهاش.
مي قلبت لقيت واحد الكورسة في 2019 في شهر 12 كما كتشوفوا الإخوان، احتل مجراش احتل شهر 7 في 2020، يعني 8 شهور نفسها 8 شهور. وجاو ضرب لاغان ضرب لاغان ضرب غانيو ميكرونو كان ضعيف، تنظن انها كان مشات غازو مشات غازو، حيت الغازو غيكون الكرونو ضعيف. يقدر يعاود، يقدر تريس يعاود. على كل حال كما كتشوفوا العود ما كيخسرش، العود ما كيخسرش، عنده ديك الاعاقه ديال لا رونتري زائد الرونداج. على كل حال الخوت، الا ما عجبكمش التريز الخوت ممكن تحيدوا، لان غادي يمشي فافوري جون ميشيل بازير. مدخل ثلاثه ديال الخيول وهزيتهم انا بثلاثه، العود بالاخص الرقم 12، بالاخص هذا الرقم 12 اللي غادي يمشي كرو وتصيدر، لان هذا العود هذا فلاغوش راه ما كيخسرش، ما كيخسرش 70 مليون في الفانسن 3000 نانت. هنا كان فيري، هنا كان فيري، هنا كان فيري. غادي نقلب لي ديكورس ديالو 70 مليون دي فيري كاتر بي في 2700 اون جنافيا. عندو لافال غانيو في لافال، يعني ممكن ممكن ندوز يفاجئهم. على كل حال انا ريسكيت، حيت الدو حيت الكاتو حيت السانك وحيت السيس. الا ما جاوش هاد الدو والكات والسانك والسيس لاريفي 100% 100% غادي يمشي. والخوت البرونوستيك 7 في 11، في الاعتقاد ديالي شي واحد غادي يبيع سبعة غارانتي. دوسيام شونس 3 15 2 16 13، اوتسايدر 6 والان والدوز والكات والسانك والويت والديس والديليسي هو الكاتورس. الان جو بونس الان غيدخل في التيرسي جيرولامو، حيت علاش؟ ملي كتكون غدا بروفانس اصغر عود في البروميير بوطو تيجي، اصغر عود في البروميير بوطو كيجي يا فافوري يا توكار. يعني اصغر عود عندنا غدا ان شاء الله هو اللاص، هو اللاص، حيت العود جري في كرياتيوم ديال التروازو. عقلت على الكورسه اللي كانت جرات في الفانسن، الكورسه اللي كان جات فيها هاد الكورسه، هو كان مشى معاهم، يعني جولدن بريدج جرى نهار السبت، وكان جاني لا داتوت. مهم هاد الكاتيجوري هادي كانت جرات مؤخرا، كان جرات مؤخرا. جرين جراس كان مشى على الديسات، جولد ماري كان مشى على الويت، وكان جو وان بوي كان مشى على الاونز، والان جوليت كان ديسكاليفا. على كل حال الاخوان لي شوفو ديالنا، غادي نعطيكم جوج ديال الخيول، واحد فافوري وواحد اوتسايدر. نعطيكم فافوري دو لي طون الرقم 7، وغادي نعطيكم الان باز ديال لا كورس، وربما الرقم 9 يتزاد معاه ينضاف ليه، يعني 7 9 1 كقاعده. تبقى لكم الاخوان جوج ديال الخيول زيدوهم، ولا مأكد الى جات 7 9 الان غيلصق معاهم، يا اما الاونس يا اما التروا يا اما الدوز يا اما التريز. على كل حال يا اما الاونس، هي على كل حال الخوت. تنظن ان السات والان غادي يكونوا غدا في الكانتي، ربما حتى في التيرسي. الى جات 7 1 خصي تزاد معاهم النف، حيت الاه ما الاونز ما تيقش فيه، ما تيقش فيه. هو لوريجين ديال الريديكاس، ما تيقش في الاونز، ربما يتسكاليفا. عاود كان دار لا سوربريز اخر كورسه في 80000 اورو، كان دار واحد لا سوربريز ب 84 كونغار. كان مشى مع فوري جدي بون، فوري جدي بون خسرات البارح، جريمة خيول سويدية.
كان رونطي وكان دار واحد لا سوربريز اللي هي فينيش، كان دخل الفوتو مع الكاتريام، كان دخل الفوتو مع الكاتريام وكان دخلو هو تروازيام، حيت غالبا الاوتسايدر ديال الكورسا ما كيرجعش بالنسبة ديال 90%، ودابا ولا فافوري ولكن تبقى وارد وارد الاخوان. المهم سات ناف ان باز عندي، زيدوا اخوتي جوج ديال الخيول. هل كانت عندكم؟ هل كانت عندكم؟ ما بقى لي اخوت الا نودعكم، ومع السلامة في فيديو قادم ان شاء الله.